صدر الجزء الجديد من سلسلة الدراجات النارية الشهيرة سلسلة ترايلز بعنوان رايزينج. الجزء هذا يعتبر الجزء السادس في السلسلة والثاني على الجيل الحالي من بعد الجزء اللي صدر في عام 2014. اللعبة من تطوير ونشر شركة يوبيسوفت. فكرة اللعبة هي انك تمتلك دراجة نارية تتسابق في مختلف السباقات حول العالم، وفي هذه السباقات تواجه صعوبات وعقبات تحاول انك تتفاداها وتطلع باقل الاضرار. واكيد هذه السباقات ما تعتمد على السرعة فقط، لكنها تعتمد على التركيز والدقة، حركة اللاعب والدراجة خاصة عند الهبوط من الطيران، بالتالي التوازن عند الهبوط. وبصراحة أبدعت يوبيسوفت في هذا الجزء من ناحية تصميم المراحل وتنوعها. أيضاً من خلال رحلتك في اللعبة راح تمر بمناطق معروفة في الشرق الأوسط، مثلاً في مصر وفي الكويت وغيرها، أيضاً أمريكا وأوروبا وشرق آسيا، وأيضاً راح تدخل في مناسبات ومهرجانات وفعاليات جميلة ومتنوعة. المراحل كثيرة وراح تستكشف شيء جديد في كل مرة تلعب هذه المراحل. بخصوص المؤثرات الصوتية والبصرية، فالمؤثرات الصوتية من ناحية أصوات هدير المحركات والموسيقى المستخدمة كانت جميلة ومتناسقة مع اللعبة. أما جرافيكس اللعبة فبكل صراحة هو الأفضل في السلسلة، وتلعب الكاميرا دور كبير في إعطاء اللعبة جمال أكبر وحماس أكثر، وخاصة عند التنوع باللقطات البعيدة والقريبة. تحتوي اللعبة على صناديق الغنائم أو كما تعرف باسم اللوت بوكسز، وتتوفر بداخلها اكسسوارات للدراجة أو ملصقات أو أشكال جميلة للإطارات وأغراض أخرى للدراجة، بالإضافة إلى ملابس المتسابق. يوجد هناك طور تعاوني في اللعبة، وهو أنك أنت وصديقك تسوقون نفس الدراجة النارية. وطبعا أهم شيء أنه يكون صاحبك يعرف يسوق الدراجة ولا بيوديك في 60 داية. أيضا هناك طور الأونلاين، وهو أنك تتسابق مع 7 متسابقين آخرين في نفس المراحل. إيجابيات اللعبة: أولا التنوع بشكل كبير للمراحل والأفخاخ المستخدمة واللي تشكل مؤثرات حماسية للعبة. أيضا أدوات تخصيص الشخصية والدراجة موجودة بشكل كبير من ناحية تنوع الملابس والتعديل على شكل الدراجة. استخدام اللغة العربية في ترجمة النصوص والقوائم لأول مرة في سلسلة ترايلز. أما السلبيات في اللعبة: قلة الدراجات النارية المتوفرة للاختيار. تبدأ اللعبة بدراجة واحدة فقط، ثم تحتاج إلى رفع مستواك كثيراً حتى تتحصل على الدراجة التالية. ولرفع المستوى يتوجب عليك إعادة السباقات مرات ومرات. ثانياً عدم وجود طور القصة في اللعبة، فقط أنك تتسابق في مراحل مختلفة وتتحصل على قطع جديدة للدراجة والشخصية. تقييم النهائي للعبة 7.5 من 10.